السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي طلبة وطالبات العلم في ربوع الوطن العزيز نرحب بكم في حلقة جديدة من مادة الرياضيات في درس على الهواء للصف التاسع ونحن نشارف على بداية الشهر الفضيل نهنئكم بهذا الشهر متمنين لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق بإذن الله ننوه إليكم بأن فترات عرض الدرس على الهواء خلال هذا الشهر الفضيل بإذن الله سوف تكون مختلفة قليلا وسوف وسوف تكون الجداول معروضة في الشاشات بإذن بحول الله غدا في أول أيام شهر رمضان الفضيل. نبدأ معكم بإذن الله. معنا الصف التاسع، الفصل الدراسي الأول، الوحدة الثانية عشر، التطابق والتشابه. كنا في الحلقة الماضية أخذنا موضوع التطابق والتشابه. انتهينا من موضوع التشابه كشرح مبدئي وباذن الله ننتقل اليوم إلى تمارين على التشابه كما هو واضح لديكم في الشاشة. نستذكر قليلاً ما الذي أخذناه في التشابه موضوع التشابه؟ أخذنا أن الزوايا المتناظرة متطابقة بمعنى آخر هذه الزاوية تناظر هذه الزاوية وقلنا بمعنى تناظر بمعنى تشابه أو يكون لها نفس الوضعية ونفس الوضع. إذاً هذه الزاوية تشابه. الزاوية الأخرى أيضاً تشابه هذه الزاوية. تناظرها إذا هي تطابق أيضا الزاوية الثالثة فإذا ما الزوايا المتناظرة تطابقت بمعنى آخر تساويت في القياس إذا في هذه الحالة سوف يكون لدينا نستطيع القول بأن الشكلين أو المثلثين هنا متشابهين إذا الزاوية الأولى لابد أن تشابه الزاوية أو تطابق الزاوية التي تشابهها وتناظرها في الجهة الأخرى في الشكل الآخر وأيضا الثانية وأيضا الثالثة هذه هي الحالة الأولى تشابه او تطابق زوايا الثلاث في المثلث او جميع الزوايا في اذا كان لدينا شكل اخر غير المثلث. ايضا لدينا نسب بين اطوال الضلاع المثلث الاول متساويه مساويه للنسب بين اطوال الضلاع المثلث الثاني. ما الذي نقصد به؟ قلنا اذا كان لدينا الف با كما هو واضح أن لديكم اذا ما قسمنا طول الف با على باقم العدد الذي نحصل عليه هو نفسه العدد الذي قالها لاحظ ان باقم ناظر دال ها اذا هو نفس ناخذ نفس العدد والبا واو والباقي يناظر الها واو اذا اذا ما قسمنا هذا الضلع على هذا الضلع يكون لدينا نفس العدد هنا اذا هذه نسميها نسبه النسبة دائما كما قلنا في سابقا انها عباره عن عمليه قسمه شيئين او عددين على بعض اذا اذا قسمنا اي ضلعين اي ضلعين اخذنا مثلا هذا الضلع الف جيم قسمناه على ألف على باء جيم لابد أن الناتج الذي نحصل عليه يساوي الضلع لاحظ ألف جيم ما الذي يناظره؟ دال واو والجيم باء ما الذي يناظره؟ واو ها إذا أيضا بقسمتهما د دال واو على ها واو لابد أن يكون لدينا نس النسبة هنا وهي معامل إذا هذه هي النسبة الثانية أو النقطة الثانية أو الحالة الثانية تناسب الأضلاع في الشكل الواحد الان الحالة الثالثة طبعا لاثبات التشابه يكفي ان نذكر ان نثبت حالة واحدة فقط من هذه الحالات الثلاث. الحالة الثالثة النسب بين الاضلاع المتناظر متساوية. هنا سوف نقوم بالقسمة على ضلع من الشكل الاول والضلع من الشكل الثاني ليست في نفس الشكل. لاحظ الف ب مثلا ما الذي يشابهها؟ دالها او يناظرها. فاذا ما قسمنا الف باء على دالها نحصل فرضا كان هنا لدينا 12 وهنا 6، 12 تقسيم 6 يساوي اثنان بعد ذلك أخذنا هذا العدد هنا مثلا لدينا ثمانية وهنا أربعة قسمنا ألف باء ألف جيم على الذي ينظره واو دال ثمانية على أربعة أيضا يساوي اثنان لاحظ اثنان اثنان إذا تناسبت النسب معنا ولاحظ أن هنا لابد أن يطبق ثلاث هنا يكفي نسبتين هنا لابد أن تتساوى ثلاث نسب إذا نسبة واحدة خلت يعني إذا كان الضلع الثالث لدي هنا مثلا 16 وهنا مثلا فلنقول 7، 16 على 7 لا يساوي 2، بالتالي نصل القول أن الشكلين متشابهان، لابد أن تتحقق جميع الأضلاع، لا هنا جميع المساواة لجميع الجزئيات، أما الجزئية السابقة كان لا، لدي ضلعان فقط إذا أخذت ضلعان نستطيع القول بأن طبعا الضلعان في الحالة الأولى والضلعان في الحالة الثانية لابد أن يكون مشمولة مع بعض كاملة. هذا المقصود لا يكون في اعلان مساواه جزء ثالث اذا في هذا الحالة ايضا نستطيع القول ان الشكلين او المثلثين متشابهين اذا لدي ثلاث حالات واشهر الحالات هذه طبعا هي الزوايا والجزء الثالث هي تناسب الاضلاع بين الشكلين نستكمل كما قلنا اخذنا في الدرس الماضي شروحات وانتهينا من الشروحات اليوم باذن الله نستكمل في حل التمارين على الدرس الماضي. اذا لدينا سؤال تمارين 12 2 الف كتاب الطالب صفحه 76 نتابع مع بعض اعزائنا الطلبه حدد في كل من المثلثات التاليه اذا ما اذا كان المثلثان متشابهين ام لا وضح خطوات الحل. لكي نثبت ان المثلثين متشابهين لابد ان تحقق احدى الخواص الثلاث اما الزوايا المتناظره متطابقه واما اضلاع المتنا الاضلاع النسب بين اضلاع الشكل الواحد تطابق او تساوي اضلاع بين النسب اضلاع بين نسب اضلاع الشكل الثاني او الجزئيه الثالثه وهي تناض... الاضلاع المتناظره في شكلين لهما نفس النسبه او نفس المعامل هنا نلاحظ لا يوجد لدي اطوال اضلاع ولا يوجد لدي زوايا فكيف نستطيع حل نحن نعلم ان ماده الرياضيات ماده مترابطه ومتراكمه لابد ان تكون ملم بجميع المواضيع السابقه التي اخذتها في الفصول الماضيه وفي نفس الفصل. فإذا ما أتينا لحل هذه المسأله مثلا سوف نحتاج هنا لاحظ هذه علامة أن المستقيمين أ وباء يوازي دالها ألف ب يوازي دالها. هذه هي. أخذنا الموازاة أخذنا في هذه في الفصل الماضي أن إذا كان أ باء في مثل هذه الحالة ينتج لدي زوايا متساوية إما بالتناظر أو بالتبادل. او زوايا داخليه مجموعهم 180 درجه او زوايا متقابله بالراس هذه اخذناها في الفصل الماضي نستفيد منها الان لاحظ الزاويه هنا فلنقل قياس زاوية ج ألف ب هذه الزاوية ج ألف ب تساوي ماذا؟ تساوي الزاوية د تساوي قياس الزاوية فلنقل ها د ج لماذا؟ بالتبادل بأن المستقيمين حرف زد هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم أخذناها إذا هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية بالتبادل وإذا ما مددنا الخط سوف تكون هذه الزاوية أيضا لدينا بالتناظر مددنا الخط سوف يكون لدينا أيضا زوايا متناظرة متناظرة بمعنى آخر هذه الزاوية هنا تساوي هذه الزاوية بالتناظر تناظر بمعنى بالتشابه في نفس الموقع ونفس الشكل تماما. إذا هنا نستفيد من التبادل. الزاوية الأولى قلنا بالتبادل. الزاوية الثانية قياس فلنأخذ الزاوية باء. قياس أ باء جيم. ماذا يساوي من الثاني يساوي هذه الزاوية؟ يساوي قياس جيم هاء زاوية جيم هاء د أيضا متساوية القياس. أيضا ماذا بالتبادل؟ لاحظ هذه الزاوية مستقيم زاويه في الجهه والزاويه المتبادله معها في الجهه الاخرى وشرط وجود كما قلنا مستقيمين علامه الموازن اذا لم تكن هذه العلامه موجوده لا نستطيع حل المساله بالشكل التالي الذي نحل به الان لابد ان تكون العلامه هذه موجوده لنستطيع ان نتكلم عن التناظر الزاويه المتناظره والمتبادله وما الى ذلك اذا قياس الف ب جيم يساوي قياس زاويه جيم ه تبقى لدي اخر زاويه طبعا لاثبات التشابه لابد ان يكون لدي ثلاث زوايا متطابقه. اذا الزاويه الثالثه ما هي؟ الزاويه الثالثه هي هذه. اخذتوها جيم. هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه وهذه الزاويه تساوي هذه بماذا؟ لماذا بالتقابل بالراس؟ اخذناها في الفصل الماضي. اذا نستطيع القول ان قياس الزاويه با ج ا هذه تساوي قياس الزاويه د ج ألف إذا هذه بماذا؟ هذه بالتبادل وهذه بالتبادل أيضاً وهذه بالتقابل بالراس هذه معلومات أساسية في الرياضيات لابد أن تكون معكم من الأساس إلى نهاية دراستكم بإذن الله حتى في الحياة العادية قد تحتاجوا في بعض التخصصات إذاً الآن أثبتنا أن ثلاث زوايا من شكلين متشابهتين متطابقات، الزوايا الثلاث من الشكلين متطابقات، يتبقى لدي فقط الآن كتابة إذا الشكل بما أن أو فلنقل بما أن الزوايا الثلاث من المثلث الأول المثلث نسميه ألف باء جيم وأيضا نستطيع رسم المثلث الاختصار تساوي أو تطابق نظيراتها أي بمعنى التي تقابلها من المثلث د ج ها لاحظ كتبنا هنا ألف وهنا بدأنا بدال لماذا لأن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية هذا مهم جدا مهم جدا التركيز على هالنقط لماذا في الحل قد نحتاج ايجاد نسب ايجاد اي حاجه لابد ان نكون هذه الزاويه الف من الذي شبه هذه الف فمهم جدا هذه اذا ما ان الزوايا الثلاث من مثلث الف باقيم جيم تطابق نظيراتها مثلث د ج ها اذا نستطيع القول ماذا اذا نستطيع القول ان مثلثين متشابهين نستطيع الوصول الى هذه النقطه وهو المطلوب هنا حدد في مثلثان متشابهين ام لا المثلثان متشابهان اذا هذه هي المساله الاولى التمرين الاول لدي استفدنا من التناظر والتبادل ننتقل للمسألة الثانيه في نفس الموضوع هل المثلثان متشابهان او الشكلان متشابهان ام لا ايضا لاحظ نفس الفكره لاحظ لدينا نفس الفكره لاحظ علامه الموازاه إذا هذا الشكل يوازي هذا الشكل، إذا نستفيد من التناظر والتبادل وما إلى ذلك. لاحظ هذا الخط مستقيم هنا. في الأصل خطين مستقيمين متوازيين. ينتج منهم ماذا؟ ينتج هذه الزاوية تناظر هذه الزاوية بالتناظر. وأيضا هذه مع هذه بالتناظر. وهذه مع هذه هنا بالتبادل. هذه كلها أخط... معلومات أخذتوها في... سابقا. الآن هذا الشكل ما الذي ينطبق عليه؟ ينطبق عليه التناظر، لاحظ إذا أكملنا هذا الشكل هنا كده. هكذا. لاحظ هذه الزاوية مع هذه الزاوية، وهذه الزاوية مع هذه الزاوية، إذا هذه الزاوية هنا سوف تساوي هذه بالتناظر، وأيضا هذه بالتناظر. والزاوية ألف، لاحظ أن الزاوية ألف هي نفسها في المثلث الصغير أو في المثلث الكبير. إذا هي زاوية مشتركة، إذا هي نفس القياس. إذا نترجم هذا الكلام إلى الرياضيات للحل العملي. نقول آه زاوية نبدأ بالزوايا المتناظرة طبعا في البداية إذا ما قلنا بما أن الباء هاء يوازي جيم دال إذا من هذه المعلومة نستفيد طبعا هذه المعلومة أساسية للحل إن لم توجد هذه المعلومة لا نستطيع الحل بهذه الطريقة لابد أن تكون هذه العلامة موجودة إذا ماذا إذا نقول نستطيع القول أن ألف هاء ب قياس زاوية ألف ها باء ماذا يساوي ماذا هذه ألف باء يساوي ألف دال جيم يساوي قياس زاوية ألف دال جيم بماذا بالتناظر هذه الزاوية أيضا لدي قياس زاوية ماذا الآن ألف باها هذه قياس أ ب ها يساوي هذه الزاوية. يساوي قياس أ ج د. أيضا بالتناظر. وأيضا ماذا لدي؟ ما لدي هذه الزاوية. لاحظ ألف مشتركة. المثلث الأول صغير. بعد ذلك نستكمل للمثلث الثاني. إذن هي نفس الزاوية لم تتغير. إذا وقياس زاوية أ هو أو نستطيع القول بدون كلمة قياس زاوية ألف مشتركة مشتركة بين الشكلين إذا أصبح لدي ثلاث زوايا جميعها متساوية إذا هنا نستطيع القول إذا المثلثان متشابهان إذا المثلثان لدي هنا متشابهان لماذا لوجود ثلاث زوايا متطابقه لوجود ثلاث زوايا متطابقه اذا هذا هنا استفدنا من حل او من المعلومات التي اخذناها في الفصل الماضي لزوايا للمستقيم عندما يوازي مستقيم اخر نستكمل الحل او المشوار التمارين هنا لدي سؤال اوجد طول الضلع المجهول في كل من المثلثات التاليه علما بان ازواج المثلثات التاليه متشابهه هنا اعطاني المثلثات متشابهه بطبيعه الحال وطلب مني طلب مني ايجاد هذه المجهول هنا المجهول لاحظه هو الف لكي ابدا حل هذه المساله مهم جدا لديكم وخاصة انتم كطلبه معرفه كل ضلع ما الذي يقابله او يناظره ووضع مخطط بسيط على جانب الورقه ليكون مرجع لديكم لكي لا يحب يحصل لديكم لبس في اختيار الاضلاع ايهم يناظر الاخر او الزوايا. فتستطيع اما كتابه الرموز الزاويه كذا تساوي كذا وألف باء تساوي جيم با وما الى ذلك او برسم الرسم بالاتجاهات الصحيحه. مثلا اذا اخذت الرسم هذه المثلث الكبير. ورسمت مثلث اخر يشابه. هو نفس هذا المثلث الاخر الذي موجود لدينا. الآن نأتي إلى توزيع الزوايا فيه بالشكل بحيث أنه يشابه هذا لاحظ الزاوية هذه الصغيرة أين موجودة؟ في الأعلى إذا ما دورنا هذا الشكل بدوران بهذا التقف 180 درجة سوف نحصل الزاوية هنا في الأسفل مشابه والزاوية هذه في الأعلى نفس الكلام تبقى لدي الآن المهم جدا طبعا هنا الآن لم تكتب زوايا ولكن للتحديد لمعرفة أي شكل من الاشكال او اي ضلع من الاضلاع هم متناظرات. الان تبقى لدي تحديد 3 سم و7 سم. اي الاضلاع ثلاثه واي اضلاع سبعه هل هذا وهذا او هذا؟ هنا ناتي لاحظ الان ال7 سم بين الزاويه هذه والزاويه هذه. اي اين الزوايا هذه المذكوره؟ في الشكل هنا هنا وهنا. اذا اين الضلع المشترك بينهما هنا؟ اذا هذه الزاويه 7 سم. هذه توفر علي جهد كبير وتخرجني من متاهة تداخل الحلول والخطأ في الحل الآن الثلاثة سنتي هنا لاحظ هل هي مع الضلع الذي به الزاوية هذه أو مع الضلع التي به الزاوية التي به شرطتان لاحظ الضلع مع الضلع التي بها شرطتان إذا مع هذا الضلع إذا إذا سوف تكون هذه الزاوية هي أو هذا الضلع هو 3 سنتيمتر. إذا 7 سنتيمتر و 3 سنتيمتر. الآن نستطيع بكل سهولة مقابلة الأعداد 28 يقابلها أو يناظرها 7 والزاوية أ يناظرها أو يقابلها 3 سنتيمتر. هذه دائما ما تكون من أفضل الحلول أو لبداية حل مثل هذه المسائل. لا نستعجل في الحل، البعض قد يأخذ 28 مع 3 وبعد ذلك تحصل لديه أخطاء وهو متأكد من طريقة الحل ومتأكد ومتأكد لكن حصل لديه لبس في هذه المعلومات إذا دائما نحاول قدر الإمكان أنها الطريقة الثانية. الثانية طبعا نرمز هذه ألف باء جيم ونقول ألف جيم يساوي ونرمز هنا دال هاء واو وبعد ذلك نساوي بين الأضلاع والزوايا إذا أنا رسمت الآن الآن عند الحل لا أعتمد على هذا الشكل أعتمد على هذا الشكل هذا الشكل وهذا الشكل الشكل الأصغر نستثنيه في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن لكي الآن عملنا عملية تدوير وأصبح كل شيء واضح. دي. الآن نقوم بإيجاد. أوجد طول الضلع المجهول في كل المثلثات التالية. طبعاً طول الضلع المجهول ألف. نستفيد من ماذا؟ نستفيد من تناظر الأضلاع اللي هي خاصية ثالثة كانت لدينا. إذا 28 يقابلها 7 ودائماً نبدأ بالأكبر. 28 على 7 من التناسب. وبما ان المثلثين او الاشكال متشابهه اذا 28 على 7 الذي يناظره يساوي الف على الضلع الذي يقابله وهو ويناظره وهو ثلاثه. الان بعد ذلك ننتقل الى عمليه ضرب المقص ضرب الطرفين في الوسطين كما اخذته ايضا في الفصل الماضي اذا سوف تكون المساله لدي 28 في ثلاثه تساوي 7 في ألف 28 في 3 لدي سوف يكون 60 و 84 نستخدم الآلة الحاسبة لأنكم صف التاسع إذا لدي 84 يساوي 7000 الآن نضرب في المقلوب والضربي 1 في 7 أو بمعنى آخر القسمة على 7 مباشرة كما أخذت في بعض الاختصارات المسميات إذا 7 مع 7 تذهب نختصرها 84 على 7 نوجد ناتج تقسيم 7 يساوي 12 إذا ألف تساوي 12 تحصلنا على قيمة ألف كمان لاحظ ألف تساوي 12 ألف تساوي 12 إذا المسألة سهلة وبسيطة بعد ترتيب الأشكال مهم جدا ترتيب الشكل إذا بدأنا بدون ترتيب الشكل لا نقول أن سوف تكون الإجابات خاطئة لا لكن سوف نعاني بعض الأحيان بعض الطلب وليس الجميع سوف يعاني من الاخطاء وهي 28 من الذي يقابلها هل هو سبعة ام ثلاثة اذا كان لدينا ايضا زوايا اي زاوية تقابلهم فمهم جدا تصور الشكل او رسم رسم بسيط مخطط بسيط للشكل طيب الان هذا انتهينا منه اتمنى أن يكون التمرين واضح فقط تاكدنا ان 28 اي ضلع يقابلها وهو السبعه هنا ايضا تأكدنا الألف ما الذي قابله الثلاثة بعد ذلك قمنا بقسمة الضلع الأكبر على الأصغر من الشكل الأول والذي نظره من الشكل الثاني أيضا الضلع الأكبر من الضلع الأصغر من الشكل الأول والشكل الثاني المتناظران بعد ذلك قمنا إما بالضرب مقص أو نستطيع القسمة 28 على 7 أيضا نستطيع القسمة أيضا في بعض الحالات يعني مثل هذه الحالة نستطيع القسمة مباشرة 28 على 7 يصبح لدينا 4 و4 في 3 مباشرة 1912 هي مباشرة تأتي ولكن أردنا التطرق إلى دار المقص لأن بعض الطلبة لديهم صعوبة في حال الأعداد لم تكن بها النواتج نهائية إذا انتهينا من تمرين آخر نستكمل المشوار لدي هنا تمرين سبعة يبين شكل المجاور قطعا طوليا لمخروط دائري قائم تم ملأه بسائل حتى ارتفاع ثمانية عشر سنتيمتر كما هو لديكم إلى هنا أوجد نصف قطرة قاعدة المخروط هذه المسائل الحياتية والتطبيقات الحياتية والمسائل التي تعتبر فيها درجات تفكير عليا فبالتالي مثل هذه المسائل دائما كما قلنا في الرياضيات في بعض الجوانب الرياضيات يكون الرسم مفتاح لحل إشكاليات كبيرة تواجهنا فإذا ما قمنا برسم الشكل المثلث أو ماذا الذي نحصل عليه الآن سوف نك... بعد ذلك سوف نرى أن المسألة أصبحت سهلة وبسيطة إذا نأتي للشكل طبعا الشكل إذا ما أتينا إليه لاحظ هنا هذا المنتصف إذا ما أنزلنا إليه خط إلى الأسفل سوف يكون لدي لاحظ نون قاف مع هذا الخط مع هذا ال... هو راسم المخروط تكون لدي مثلث بهذا الشكل هذا المخرو هذا الضلع موجود في الخارج لاحظ لانه من البدايه الى النهايه فهو طوله اذا هذا 24 هذا الذي في الاعلى نون قاف نص القطر هذا طبعا مجهول لم يذكر وهي طبيعة الحال زاوية تكون 90 الان هذا المثلث الاول انتقل للمثلث الثاني لاحظ المثلث الثاني يبدأ من هنا إذا سوف يكون بهذه الطريقة أيضا هنا سوف يكون اثنا عشر أو ستة لاحظ هذا الاثنا عشر كاملة لكن نحن نحتاج إلى المنتصف فقط إذا سوف يكون اثنا عشر طول الضلع هذا هو نفس طول هذا الضلع. ذلك من المثلث. الراسم كما هو مجهول، اذا طول هذا الضلع 18. الان اعتقد بان المساله اصبحت سهله وواضحه وبامكان اي طالب ملم بالاساسيات وقواعد التشابه ان يقوم بجاد المجهول وهو نقف. طبعا هنا الوحدات نركز عليها سنتيمتر. ننتبه كثيرا لبعض الاحيان البعض قد يضع في المسائل بدل سنتيمتر يضع لك مليمتر وهنا سنتيمتر بعد ذلك ليعقد المسألة ليكون المسألة أكثر تعقيدا تحتاج إلى التحويل فلننتبه إلى هذه الجزئيات. إذا نعيد دائما الفكرة نأخذ الفكرة بالنفس إذا ما من الفكرة أصبح الحل سهل وبسيط في الرياضيات. دائما نعتمد على التفكير والمنطق في حل مسائل الرياضيات. إذا نعيد كان لدينا هنا نكمل الشكل ليصبح لدينا المثلث الأول وهو هذا المثلث النظام رقم واحد، الضلع الأول، الضلع الثاني، والضلع الثالث هو الراسم. قمنا برسم. طبعاً الضلع الثالث هنا أربعة وعشرين. كتبنا كما هو واضح لديكم هنا نصف قطر. كتبنا ن قاف وهو نصف القطر. الآن المثلث الثاني، نفس المثلث ولكن ماذا أخذناه هنا بس؟ قمنا بتصغير الطول هذا بدل أربعة وعشرين أصبح كم؟ ثمانية عشر كما هو واضح. وهذا الراسم أيضا قمنا بالتصغير قليلا وهذا أصبح بدل نون قاف أصبح ستة. أصبح ستة كما قلنا سابقا، ليس 12 قلنا نحن أخذنا النص إذا هو 6 وليس 12 هو 6 الآن أصبحت المسألة سهلة نستطيع الحل بكل سهولة نقوم بكتابة النسب الضلع الأكبر 24 على لاحظ زاوية 90 حدد لي كل شيء وأرسلنا شكلين متشابهين وواضحان أن هذا يناظر هذا. ون قاف ناظر الستة إذا أربعة على ثمانية عشر تساوي ن قاف نص القطر على ستة بعد ذلك إما بضرب الطرفين في الوسطين أو بالاختصار إذا ما أردنا الاختصار هنا أربعة وعشرين وثمانية عشر نستطيع قسمة كلاهما على ستة أربعة وعشرين على ستة أربعة وثمانية عشر على ستة تساوي ثلاثة إذا يصبح لدي أربعة على ثلاثة تساوي نص القطر على ستة بعد ذلك ضرب المقص تصبح لدي أربعة في ستة تساوي ثلاثة في ن قاف ضرب المقص أو الطرفين في الوسطين، أربعة في ثلاثة أربعة وعشرون يساوي ثلاثة نص القطر، بعد ذلك أيضا ضرب في المقلوب الضربي إذا أربعة وعشرين مع ثلاثة تصبح ثمانية، والن ثلاثة تذهب ثلاثة مع ثلاثة تبقى لدي نص القطر إذا نص القطر أصبح لدي ثمانية إذا نص القطر أصبح لدي ثمانية طبعا نحن البعض قد يقول نستطيع القسمة هنا مباشرة ثمانية عشر على الستة بما أنهم نص تصبح لدي ثلاثة وبعد ذلك أربعة على الثلاثة يصبح لدي ثمانية إذا نون قاف تساوي ثمانية كل الطرق صحيحة كل الطرق صحيح لانهم اهم كما قلنا المهم جدا استيعاب الفكرة هنا استوعبنا الفكرة هذه الحلول تعتبر خلاص من الاساسيات لديكم لانكم اخذتوها في اوقات سابقة ودروس سابقة فالمفروض ان الطالب لا يخطئ بها فقط هنا الفكرة الدرس الجديدة اذا هنا ايضا اخذنا تمرين اخر وقمنا بحله كما لاحظتم التمرين ليس صعب وفكرته جميله جدا وكما قلنا دائما في الرياضيات اي مساله استدلال اي مساله استدلال لا بد ان يكون لديها فيها خطوات حل اي مساله استدلال تكون لديها خطوات حل غالبا ما تكون الخطوه الاخيره هي الفكره التي او اول فكره الفكره الاولى او الاخيره هي الفكره الجديده او الفكره التي بها كما يقول بعض الصعوبه او حتى اذا كان موضوع جديد اغلب الذي في المنتصف يكون دروس معلومات سابقة وأساسيات في الرياضيات يعني البعض إذا كان دخل في الثاني عشر البحتة دخل في موضوع النهايات وما إلى ذلك موضوع النهايات أول سطر قد يكون بعد ذلك ترتيب اللي هي حل معادلة والاختصار وإيجاد القدر والظرف المرافق جميعها أساسيات أخذها الطالب سابقا والمطلق والصحيح وما إلى ذلك فإذاً دائماً في الرياضيات لا نصب مسألة، دائماً المسائل سهلة هي فقط فكرة، نتمكن من الفكرة، باقي الأشياء تطبيق وممارسة ومعلومات سابقة طيب، نأخذ مسألة أخرى حدد ما إذا كان كل زوج من الأزواج التالي متشابهاً أم لا؟ نفس الفكرة هناك، ولكن هنا أعطاني شكل غير عن المثلث متى نقول أن الأشكال متشابهة؟ كما قلنا، نأخذ أه نستطيع اخذ أه تناسب الاضلاع هنا فلنقوم باخذ تناسب الاضلاع تسعة على تسعة هذا ضلع مع هذا الضلع وبعد ذلك هذا ضلع مع هذا الضلع هذا ضلع مع هذا الضلع اذا هذا, هذا الضلع ايضا يقابل هنا والستة مع الثمانية يقابل هنا فلناخذ هذه الطريقة نستطيع اخذ التناظر لكن هنا لا يوجد لدي طول فقد بعض الاحيان يسبب لدي مشكلة اذا نعتمد هنا على ماذا؟ على تناظر الاضلاع والذي اخذناه في البداية إذا نأخذ تسعة على ضلع ثاني على تسعة إذا تسعة على تسعة لابد أن يساوي ماذا يساوي تسعة على 12 طبعا تسعة على تسعة لابد أن يساوي هذه ستة على ستة إذا تسعة على تسعة يساوي الواحد والستة على ستة يساوي الواحد أيضا إذا أخذنا الآخران إذا أخذنا التسعة على اثناش تسعة على الاثناشة. ما الذي يشابههما من الجهة الثانية ستة أو ينظرهما ستة على على ثمانية إذا ما أخذنا الثلاثة على مشتركنا تقسيم ثلاثة تقسيم ثلاثة سوف يصبح لدينا هنا ثلاثة وهنا أربعة إذا ثلاثة على أربعة تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة واثنا عشر تقسيم أربعة تقسيم ثلاثة أربعة وهنا إذا ما قسمنا على الاثنان سوف نص ثلاثة تقسيم اثنان وهنا أربعة، ستة تقسيم اثنان ثلاثة وثمانية تقسيم اثنان أربعة وهو العام المشترك الأكبر. إذا الناتج لاحظ أنه نفسه. إذا نستطيع القول بأن الشكلان متشابهان، لاحظوا أن استخدمنا الجزئية الثانية أو الخاصية الثانية في التشابه وهي تناسب الأضلاع في الشكل الواحد يساوي تناسب الأضلاع في الشكل الثاني، يعني هذا الضلع تقسيم هذا الضلع نقوم بمساواته لابد ان يساوي ماذا؟ هذا الضلعين يشابه يشابه هذا الضلع، وهذا الضلعين يشابه يشابه هذا الضلع. لابد ان يكون تساوى النواتج ايضا لدي في الضلعان الاخران. هذا الضلع يشابه هذا الضلع. اذا تسعه تقسيم 12 يساوي 6 تقسيم 8، لابد ان يتساوى اذا تساوى الضلعان فالنتيجه كما هي نلاحظ. إذا واحد تساوي واحد وثلاثة على أربعة تساوي ثلاثة على أربعة إذا نستطيع القول بأن الشكلان متشابهان الشكلان متشابهان أيضا لدي هنا مسألة نعطيكم نص دقيقة للتفكير بها مسألة سهلة وواضحة اختلفت الأشكال وفي الرياضيات كما قلنا دائما ركز على الفكر لا تهمني الأشكال مهما اختلفت يهم أن الفكرة واحدة الفكره التشابه احتاج الى ضلعان ضلع من الشكل الاول ضلع من الشكل الثاني والضلع الثاني ايضا بعد ذلك او ثلاث زوايا ثلاث خاصية واضحه ثلاث خواص واضحه نستخدم احدهما في هذا الشكل اذا اذا نبدا لاحظ لا يهم الشكل مثلث مستطيل مربع دائري منحنى مغلق المهم ان لدي معرفه هذا الضلع لحد عشر اي ضلع يشابه السبعه واضح من الشكل وايضا ال6 ال22 يشابه ص هذه واضحه جدا من الشكلان هذا المهم لدي جدا لا يهمني الشكل كيف يكون لا يهم ان الهم ان لدي ضلع من الشكل الاول يشابه ضلع من الشكل الثاني واعرف هذا 11 يشابه 7 وال22 يشابه الصاد إذا ما عرفت هذه المعلومات أصبح لدي الإجابة أصبحت لدي الإجابة سهلة الآن نقوم بإيجاد النسبة ومساواتهما 11 على 7 يساوي 22 على ص. هنا أيضا نستطيع ضرب مقص ونستطيع أيضا الاختصار البعض قد يختصر ال 11 من 22 11 تقسيم 11 يصبح لدي الواحد وال 22 تقسيم 11 يصبح لدي الاثنين بعد ذلك إذا نضرب مقص 1 في ص ص والاثنان في سبعة يساوي أربعة عشر مسألة سهلة وبسيطة مهما اختلف الشكل البعض هذه إذا أردنا الاختصار طبعا بس اختصر مع البسط إذا كان بينهما مساواة والمقام مع المقام أستطيع أيضا الضرب أحد عشر في ص مقص مباشر يساوي اثنان عشرين في سبعة صفر يصبح لدي مائة وأربعة متأكد اثنان وعشرين في سبعة مائة ألف 54 وأربعة وخمسون الآن نقوم بالقسم على أو الضرب في نظير ضربي 11 يصبح لدي ص تساوي 154 ليست 1000 اذا الان بعد الضرب على القسم على 11 سوف يكون لدي الناتج بعد القسم على 11 يكون لدي نفسه اذا 154 تقسيم أه 11 سوف يصبح لدي الناتج 14 هي نفس الاجابه هنا او هنا هذه الاجابات هذه الخطوات المفروض كطالب ان تتمكن منها تلقائيا الاختصار مباشرة أو الظرف في مقص إيجاد الناتج هذا يعتمد عليك أنت لا على الأستاذ الآن هذا أوجدنا في آه الناتج وأيضا أتوقع مسألة سهلة أخذنا مثلها إذا علمت أن كل زوج من الأشكال التالية متشابهة وأعطيت مساحة أحد شكل فأوجد مساحة شكل آخر لإيجاد مساحة شكل آخر نوجد معامل التشابه لهذا الشكلين يساوي الأكبر هنا لا يهم ان يعطيني قطر يعطيني المهم ان يعطيني قياس ضلعين او قياسان في الشكلين مختلفان وبالاخص او بالذات نفس المسمى يعني نفس قطر مع نفس قطر قطر مع قطر ضلع مع ضلع وهكذا معامل التشابه يساوي العدد الاكبر 15 على 7 هذا هو معامل التشابه الان نتكلم عن المساحه نحن اخذنا معامل التشابه تربيع يساوي معامل المساحة هذا اللي أخذناه إذا نقوم بالتربيع هنا بعد ذلك لإيجاد مساحة شكل كبير نقوم بضربه في السبعة عشر لأن هذا مساحة شكل صغير أما إذا كان الأكبر فنقوم بالقسمة نركز إذا هنا صغير ضرب إذا كان كبير لكي نوصل للصغير نقوم بالقسمة إذا نقول السبعة عشر ضرب خمسة عشر على سبعة الكل تربيع 15 على 7 الكل تربيع بعد ذلك نقوم بقاله بالآلة الحاسبه لديكم 15 تربيع نعلم انهم 225 نقوم بقسمتها على 49 نقوم بضربه بعد ذلك في 17 اصبح لدي الناتج هنا 3825 على 49 طبعا هذا العدد انتم لديكم الاله الحاسبه فالاله الحاسبه موجوده للاستفاده منها تستطيع الاستفاده منها لاقصى حد. ايضا في الاختبارات قد يكون اغلب الارقام لا تكون فيها صعوبه وبها كسور قد تكون اغلب الاحيان مباشره لان التركيز على الفكره وليس على كبر الارقام المهم هنا معامل التشابه يساوي التربيع يساوي معامل المساحه واذا ما اخذت مثال في تدريب فيه الهجوم ايضا سوف يكون بدل التربيع تكعيب الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه آمني ان تكون نالت استحسانكم وان تكون وان نكون وفقنا بفضل من الله ورحمه منه نبارك لكم ايضا نجدد نبارك لكم بالشهر الفضيل نتمنى لكم الصيام والقيام وصالح الاعمال فيه شاكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته